على مود فاق كل مجاز بعد أن أراد أن يغني بلحن الجاز. لم يكن في حسبان الشاب العراقي مود أن تتحول مشاركته في مسابقة غنائية إلى عاصفة من الجدل. الله يديك من جيبك وقول لنا شنو اسمك. تقييم حسام الرسام أطلق عنان النقد والكلام ليثير رد فعل من الإعلامي العراقي أحمد البشير بانتقاد لا إساءة فيه. ليش طلع يده من جيبه؟ جاز أرت فنان مال جاز، الكاركتر مالته أنه هو يكون إيده بجيبه، واحدة من الأشياء وواضح من القاط، ماكو حد يلبس قاط بهذا الأمر بهاي الطريقة. تقدرون تشوفون علي؟ نعم. هاي حاط يدك بجيبك؟ إي سيد. أوكي براحتك أنا شايلين. عاصفة الجدل وشد الحبل من جمهور العالم العنكبوتي كان لها قول آخر بعد أن فاجأ البشير الشاب الموهوب بأغنية الشموع التي يبدع فيها بمناسبة أعياد الميلاد الجديدة. وبلسان العراقي الذي نطق فرحا بما فعل البشير قالها الملايين ليت لنا في كل بيت بشير يأخذ بيد كل مبدع يمنحه شهادة تقدير. وقد قالها البشير وفعل لا يهم تضع يدك في جيبك أو تبقيها فأنت قصة من بين آلاف قصص الإبداع العراقي حق لك أن تغني اليوم بلا قيود تلحن طموحك العراقي لأبعد حدود.